السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأطفال الحلوين، مع حلقة جديدة من برنامج عمو فرحان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلين وسهلا. أهلا وسهلا يا عمو فرحان. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك عمو فرحان، شلونك؟ يا أهلا وسهلا بكم. نقدر نرحب أصدقائنا؟ يا أهلا وسهلا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي ومشاهدينا الكرام، بداية نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعه العظام في هذه المناسبة الشريفة والمؤلمة حقيقة، هي مناسبة استشهاد سيدتي ومولاتي جبل الصبر وأم المصائب السيدة زينب الحوراء، عليها وعلى آلها أفضل الصلاة والتسليم. شكرا جزيلا. وسهلا بكم. نعم. نعم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتقدم بأحر المواساة والتعازي إلى مقام سيدنا ومولانا الإمام صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية جميعا بهذه الذكرى الأليمة، استشهاد السيدة الجليلة الكبرى السيدة زينب عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة بحق محمد وآل محمد. نعم أحسنتم. نعم أصدقائنا الأطفال الحلمين، خير ما نبدأ به برنامجنا لهذا اليوم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، لنستمع إليه فاشعي مع صديقنا أحمد إن شاء الله. يا عمو فرحان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط على مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها بسلام آمنين. صدق الله العلي. Mm-hmm.
وتحقق الحلم. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة حكاية يوم. نعم يا أصدقائي الحلوين، اليوم حكايتنا راح نتعرف أنا وياكم على معلومات بسيطة من حياة السيدة زينب عليها السلام. السيدة زينب عليها السلام هي زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أمها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. ولدت السيدة زينب في المدينة المنورة في الخامس من جمادي الأول سنة الخامسة أو السادسة للهجرة. لما ولدتها السيدة زهراء عليها السلام جاءت بها إلى أمير المؤمنين وقالت له: سمي هذه المولودة. فقال: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وكان في سفر له. ولما جاء النبي صلى الله عليه وآله سأله أمير المؤمنين أن يسميها، فقال: ما كنت لأسبق ربي. فهبط جبرائيل عليه السلام يقرأ على النبي السلام من الله وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. تكنى السيدة زينب بأم الحسن وأم كلثوم، ولقبت بعدة ألقاب تكشف عن عظيم شخصيتها، ومنها العارفة، الموثقة، عقيلة بني هاشم، العالمة غير المعلمة، عابدة آل علي، وأم المصائب، وجبل الصبر، وغيرها. لما بلغت السيدة زينب عليه السلام مبلغ النساء خطبها ابن عمها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ووافق الإمام علي على الزواج. أنجبت منه 4 أولاد: علياً، عوناً، عباس، ومحمد، وبنت واحدة أم كلثوم. تلقت علمها من أبيها وأمها عليهم السلام، وقد طوت عمراً من الدهر مع الإمامين الصبطين عليهم السلام. ويشهد بذلك خطبها وكلماتها في الكوفة في مجلس عبيد الله بن زياد، وفي الشام في قصر يزيد بن معاوية لعنة الله عليهم، مضافا إلى الأحاديث التي روتها عن أبيها أمير المؤمنين وأمها فاطمة الزهراء. وكانت عليه السلام تعقد مجالس التفسير وبيان معاني القرآن للنساء في الكوفة أيام حكم أبيها أمير المؤمنين. كانت السيدة زينب عليه السلام المثال الأوحد في الصبر والاستقامة، قابلت ما عانته من الكوارث المذهلة والمصائب والرزايا بصبر يذهل كل كائن حي، حتى إنها حينما وقفت على جسد أخيها الحسين عليه السلام في واقعة الطف بسطت يديها تحت بدنه الشريف ورفعته نحو السماء وقالت: إلهي تقبل منا هذا القربان. صمدت السيدة زينب عليه السلام أمام تلك المصيبة الكبرى، وكانت حقاً الراضية بالقضاء والقدر وجبلاً للصبر. كان للسيدة زينب دور بطولي وأساسي في ثورة كربلاء، وكان دورها لا يقل أهمية من دور أخيها الإمام الحسين وأصحابه صعوبة وتأثيرة في نصر الدين، وإنها قادت مسيرة الثورة بعد استشهاد أخيها، وكان لها دور إعلامي مهم فوضحت للعالم حقيقة الثورة وأبعادها وأهدافها. استشهدت السيدة زينب عليه السلام في 15 من شهر رجب في دمشق الشام في السنة 62 للهجرة، فالسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية. مرحبا أصدقائي، الآن فقرة مشاركة الأصدقاء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأطفال الحلوين من جديد. وصلنا إلى فقرة جميلة وهي مشاركة الأصدقاء. أحمد حيسجل أسماء إن شاء الله، وإن شاء الله معصومة حتقرأ الأسئلة إن شاء الله تعالى. وأول متصل أني لح أجاوب ونقول له السلام عليكم. فطومة السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. أهلا وسهلا فطومة. شنو اسم بابا؟ بأي صف أنتي؟
فاطمة أحمد من بابل أول مسافر. ما شاء الله، نشوف السؤال. نعم إن شاء الله سيظهر السؤال على الشاشة، إن شاء الله يا رب يكون سؤال سهل. نعم السؤال: ما ترتيب الإمام الهادي عليه السلام بين الأئمة؟ ها صديقتنا فاطمة، ما ترتيب الإمام الهادي؟ تأكدي صديقتنا فاطمة. العاشر أو الاثناعشر؟ ها فاطمة؟ العاشر. نعم أحسنتي، بارك الله فيك، شكراً. نعم نسمع المشاركة صديقتنا. نعم خلينا نسمع المشاركة. ها يا عباس خويا وين كان زينب، ها يا عباس ها يا عباس نارتي الهب ما تقرب، ها يا عباس خويا نادي بدمعتي يشيني بنازتي، هاي عباس هو يا نادية بدمي يحمل مآبتي منه يحضر شدتي باخر انفاسي، لسه بربت حامتك تسعر براسي، شلون اموت وما اشوف اعد ناسي، هاي عباس رد علي بأن رزية، هاي عباس. أحسنتي شكراً. شكراً شكراً صديقتنا فاطمة على هذه المشاركة الرائعة. اتصال آخر مع صديقنا أحمد إن شاء الله، ونستقبل اتصال آخر كاظم مثنى. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك حبيبي كاظم؟ زين. عظم الله لكم الأجر. ها؟ عظم الله لكم الأجر إن شاء الله. إيه شكرا جزيلا. كاظم شنو اسم الوالد وبأي صف؟ الرابع دين. لا اسم بابا علي. كاظم علي من المثنى صف الرابع مع صديقتنا معصومة. شو السؤال؟ نعم ان شاء الله. نعم. دولة افريقية يجري فيها نهر النيل. دولة أفريقية عربية يجري فيها نهر النيل، أي دولة؟ مصر. نعم عليك، بارك الله بيك، شكرا جزيلا لك صديقي. الآن تفضل بالمشاركة، شنو عندك؟ هيا كاظم عندك مشاركة؟ إيه يلا سمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فأهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا، مشاركة جدا جميلة. إلى اتصال آخر صديقتنا فاطمة من كربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا صديقتي فاطمة، شلونك؟ زين الحمد لله. إن شاء الله يا رب دومك زينة والحمد لله. فاطمة شنو اسم بابا وأنتي بأي صف؟ رائد صف رابع ابتدائي. أهلا وسهلا بك، جاهزة نشوف السؤال؟ جاهزة. يلا نشوف السؤال إن شاء الله على الشاشة، بيكون سهل إن شاء الله. نعم يا فاطمة، والسؤال يقول: لون من ألوان العلم العراقي. نعم، لون من ألوان العلم العراقي هو بأربع ألوان. الأحمر. عفوا عليك، شكرا. يلا فاطمة نسمع مشاركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم. مع السلامة. مع السلامة وشكرا جزيلا. مع السلامة. أحسنتي. فاضل عن فرحان اتصال ملاك من صلاح الدين. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. نعم صديقتنا ملاك، شنو اسم بابا؟ ملاك محمد. ملاك محمد، بأي صف انت صديقتنا؟ اول متوسط. صف الاول متوسط، نشوف السؤال وان شاء الله يكون سهل مع صديقتنا معصومة باذن الله. والسؤال:
دولة تشتهر بالإهرامات؟ دولة شنو؟ مصر. صحيح. مصر. مصر. نعم أكيد عليك شطورة. نعم أحسنتي. نعم. مشاركة. يلا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق من في السماوات والأرض والله على كل شيء. نعم شكرا أحسنتي صدق الله العلي العظيم. نعم أصدقائنا نروح فاصل ونرجع لكم من جديد. يلا نشوف فاصل. وتحقق الحلم. مرحبا أصدقائي، الآن سيأتي سرحان المعرفنشي. السلام عليكم أصدقائنا، مع فقرة جميلة ومنوعة أيضا حتكون وياكم سرحان. معرفة أنتي، السلام عليكم. أهلا شوف سرحان. يا وتنان مرحبا صديقتي معصومة. أهلا وسهلا يا سرحان، شلونك؟ يا وتنان يا وتنان يا أهلا وسهلا أصدقائنا الأطفال الحلوين. أنا سرحان جيت وياكم من جديد أسمع مشاركاتكم. إن شاء الله نسمع وياكم. نعم نسمع المشاركات لأصدقائنا الأطفال الحلوين إن شاء الله. أول اتصال حيكون مع صديقتنا معصومة إن شاء الله، ونشوف من ويانا. نعم نعم نعم، وين اتصال على الطريق إن شاء الله. صديقتنا رقية من كربلاء المقدسة، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا يا رقية، شلونك؟ أهلا بك. إن شاء الله ربك دامج زينة. رقية شنو اسم بابا وأنت بأي صف؟ محمد وعني ثاني متوسط. إن شاء الله كل التوفيق، جاهزة نشوف السؤال؟ الجميع. إن شاء الله. إن شاء الله ونشوف السؤال على الشاشة. السؤال يقول دولة تحد العراق من الشمال. تركيا أو الكويت؟ تركيا. تركيا، عافية عليك يا شطورة. شطورة. يلا وهسه نسمع مشاركة. أقدم لكم قصيدة شعرية عن الأب. نعم تفضلي. تقول مو ميت عدل وقبال أشوفك دوم، وتأمل رحيل الغيب لك ردعة. عافية. ما قدك غفل يا أبويا عني تروح، حبس تعجب تريد فراق بسرعة. قدام القلم كل ساعة شمنديح، الك على القلم من شان من صبعة، وتجيب ذكريات مخلية على الوراء، وحكايات حلوة بباني متجمعة. نقرب دفترك حد ما تصح عيون، والبوم الصور نساق ونطلع، عين عالدرب من ربع شكر الدون، اقول البلكة شوف انجاي وي ربع، ويطول انتظاري ووقفت لي عالباب، عين الثاني تبقى وعيني بالدمع، واني يل النسيان هو الدرب ينسى الماضي يا وداع. سلامتكم. الله يرحم جميع الآباء والأمهات إن شاء الله. أحسنتي، شكرا جزيلا لمشاركتك هذه الجميلة. نعم تفضل يا سرحان.
نعم عندنا اتصال. زهراء ام صلاح الدين، السلام عليكم. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. انا زهراء محمد صالح. يا اهلا وسهلا صديقتنا زهورة، انت بيصر بالاول. طف الاول نسمع مشاركة صديقتنا. يلا شنو عندك مشاركة زهورة؟ زينة احبكم. يا حبيبتي احنا ايضا نحب صديقتنا، شكرا جزيلا. احب بس العراق، احب بس العراق وكلكم تعرفون اني هوايه بي كل حياتي في دول الطاقه عراقي انا السهر بسم الله كل مره ارجع في العراق اتكلم كده وتيجي جاد بين وطن جنبك عشان العراق عشان العراق عافية يا شطورة. احسنتم شاركة جدا جميلة جدا، شكرا. نعم اتصال اخر ان شاء الله. زينب من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله اجورنا واجوركم بذكرى شهادة سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام. احسنتم اجورنا واجوركم اجمعين ان شاء الله يا زينب، شكرا جزيلا. سلم عليك سلام. وتنا صديقتنا شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله بخير اني ما دام انتم بخير اصدقائنا الاطفال حلوين ان شاء الله دوما. يا اهلا وسهلا صديقتي زنوبه، الحمد لله بخير ما دام انتم بخير. نعم يا زينب شنو اسم الوالد وباي صف؟ اني اسم والدي زينب حيدر. زينب حيدر. اي اهلا اهلا يا زينب حيدر، جاهزه حتى نشوف السؤال ان شاء الله؟ نعم جاهزه. السؤال طلع على الشاشه. دوله عربيه تنتهي بالتاء المربوطه. صديقتنا زينب، العراق او السعوديه؟ العراق. دوله عربيه منتهيه بالتاء المربوطه، العراق منتهي بالقاف. السعودية. السعودية. نعم نعم شكرا جزيلا بارك الله بكم وتفضلي بالمشاركة الآن. يلا نسمع يا أنا مرش. تفضلي. إحسين معاشر يوم الأربعين. إحسين معاشر يوم الأربعين. إحسين منهج، إحسين منهج درسوه للمؤمنين. عافية. اللي بالك حل بالك مستجين بكربلة، حسين ما يريد استجين بتحشلة، لبس روحك والعقل اللي في عطاف، ما تجين لحسين بلا حجاب، حسين مو نوف وبكي، وحسين مو بس الحكي، وحسين مو ياهل يجي، وحسين أكون الصين مثله، أو مثل أنصاره تصير، وعرف يا حسين الشعن هاي هاي معناها صلاتك لا تكون، هاي معناها على امك ابد لا ترفع الصوت، احسين مو عاشو يوم الاربعين، واحسين منهج درسه المؤمنين. سرحان. سرحان. صوتك ما تسمع يا سرحان؟ نعم نعم اسمعك. اي هسه. اريد تجي للبرنامج الزور شوكيت. يا اهلا وسهلا. أيوة. يعني الايام البرنامج كلها موجوده لكم عدا اربعاء والاحد. هي عطلتنا ان شاء الله. مرحب بكم يعني عادي لالزين. اهلا وسهلا. لا الاربعاء والاحد عطلتنا، لا تجون لنا احنا مو موجودين بقيه الايام. اهلا وسهلا بكم. تمام يلا احسنتم. يلا مع السلامه. مع السلامه شكرا. اهلا وسهلا تشرفونا. نعم إلى اتصال آخر. صديقتنا صفا من الديوانية. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. يا أهلا وسهلا صفا شلونك؟ الحمد لله. إن شاء الله يا رب تدوج. الحمد لله. صفا شنو اسم بابا وأنت بأي صف؟ صفا بالشعر. صفا بالشعر. بالأول متوسط. بالتوفيق إن شاء الله. جاهزة نشوف السؤال؟ إيه. يلا بنروح نشوف السؤال إن شاء الله على الشاشة. نعم. السؤال يقول فاكهة تكثر في الشتاء. فاكهة تكثر في الشتاء. شنو الفواكه الشتوية اللي عندنا؟ برتقال. البرتقال موجود أيضا بالشتاء والصيف. نعم أحسنتي. أحسنتم شكرا جزيلا. يلا نسمع مشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والليالي العشر والشفع والليل إذا يسر هل في ذلك قسم نزيحة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صب عليهم ربك سوط عذاب أنت ربك بالمرصاد. صدق الله العلي العظيم. أحسنت. شكرا جزيلا. أصدقائنا الأطفال حلوين فاصل نرجعكم من جديد. شوف فاصل. مرحبا بكم أعزائي الأطفال، كيف حالكم؟ أنا البومة الحكيمة، لدي قصص وحكايات كثيرة سأحكي لكم بعضها لكي تستفيدوا منها وتستمتعوا بها. في هذا اليوم يا أعزائي الأطفال سنحكي حكاية الكنغر الصغير. ذات يوم كان هنالك كنغر اسمه سمان يلعب ويقفز في وسط المنزل وهو يصرخ بصوت عال. فقالت الأم لصغيرها: أرجوك يا بني توقف، أريد أن أنجز عملي، كف عن العبث والصراخ، أنت تسبب الفوضى، اذهب لتدرس ومن ثم عد للعب بهدوء. فلم يصغي لكلام أمه. فقالت الأم لصغيرها: صغيري كف عن هذا، أنت تثير الفوضى وتسبب في تأخيري عن العمل، لقد تعبت منك ومن إصدارك للفوضى. نهر بصوت عال بوجه أمه وقال: اتركيني وشأني، أريد أن ألعب وأمرح. حزنت الأم بسبب رد سمان عليها بهذا الأسلوب، فنظرت له وهو يذهب صوب الباب ليخرج من المنزل، فقالت له: إلى أين يا بني؟ لا تذهب بعيدا، فلديك فروض عليك الانتهاء منها والنوم مبكرا. قال وهو منزعج: أريد أن أذهب وألعب وأفعل ما أريد كما يحلو لي. فخرج مسرعا من المنزل وقفز بعيدا وتوقف عند شجرة زيتون بعيدة عن المنزل وجلس يتأمل. فنظر أمامه ورأى السور المحيط بنهاية حقل الزهور، فتبسم وقال في نفسه: ما هذا؟ لقد وصلت إلى نهاية الحقل، لكن ماذا يوجد خلف هذا السور يا ترى؟ لقد انتابني الفضول لمعرفة ماذا يوجد، لما لا أذهب لأرى ماذا يوجد خلف ذلك السور؟ لكنه سرعان ما تذكر كلام أمه حين قالت له في أحد الأيام: يا بني أنت ما زلت صغيرا، لا يمكنك الذهاب إلى هناك، فالمكان مليء بالمخاطر والمخاوف التي لا يمكنك مواجهتها وحدك. فقال سمان في نفسه: لا لا لا، أنا كبير وشجاع، سأقفز وأرى ما يوجد خلف السور. فقفز من أعلى السور وذهب إلى الغابة الكبيرة، وفي الطريق أحس بالجوع وراح يبحث عن الطعام، فوجد صندوقا كبيرا وفيه قطعة كعك جميلة المنظر. فرح بما رأى وذهب بسرعة نحو الطعام، راح يأكل ويأكل وهو سعيد، لكن سرعان ما أحس أن الصندوق قد انقلب وقفل عليه. فزع من هول ما رأى، بدأ بالصراخ عاليا طالبا النجدة: النجدة النجدة، ساعدوني ساعدوني، هل من أحد هنا؟ أرجوكم ساعدوني، أين أنتم؟ أنا في مأزق. فسمع القرد صوت النداء وهو يقترب منه وقال له: مرحبا أيها الكنغر، أنا اسمي مرمر، من أنت وكيف وقعت في هذا الفخ؟ فأخبر الكنغر الصغير القرد بما حصل معه وطلب منه المساعدة. فقال له القرد: لم يجدر بك أن تفعل هذا،
لقد أخطأت، إن هذه الغابة خطيرة جداً، والصندوق الذي أنت فيه الآن هو قفص قد أعده الصياد لاصطيادنا، وأنت من وقع في هذه المصيدة. كان عليك الحذر وعدم الاقتراب منها. سأحضر شيئاً لفتح القفص. أحضر القرد حجارة كبيرة وقام بكسر باب القفص، وأخرج الكنغر من القفص، فشكر القرد لأنه ساعده ولم يترك، وعاد مسرعاً إلى منزله وهو نادم على ما قام به من عدم استماعه لكلام أمه، فاعتذر منها ووعدها ألا يخالف أمرها ولا يسيء معاملتها، لأن الله لا يسامح المذنبين ولا الذين لا يطيعون أمهاتهم. أصدقائي الأعزاء، إن الأم هي الملجأ الحصين والأمن عند الخطر والراحة في كل وقت، فلا تؤذوا أمهاتكم وأطيعوهن في كل حين. شلون أحب من غيرك وأنا أعيش بخيرك، الله حبني خادمك خلاني، وادري ما اسوى بدونك اني، شلون احب غيرك، شلون احب غيرك، ناذر سنيني اليك واشعر قليل الخادم الغيرك ترى خادم ذليل، صعب احب غير واحد مستحيل، قلبي ما يرضى بدونك اي بديل، قلبي بيتك صاير ليش اظل انحاير، انت ديني وقبلتي وقراني، وادري ما اسوى بدونك اني، شلون احب غيرك، كبر صيتي بخدمتك وانا صغير عبد عندك، والبشر تحسبنا مير فدوى جل اني اريد انجو نصير، انت كل شب دينيتي وانت المصير، تدري باسمك ذاهب لحظة ماضي غايب، ساكني بروحي ونبض وجداني، وادري ما اسوى بدونك اني، شلون احب غيرك، العايش بدونك يظل عمره غريب، اللي يخدم غيرك ترى بحاجة الطبيب، حسين خليني على بابك للمشي، سيدي العاشق صديق يفدي الحبيب، ملك بيني الوادم الله سوى الخادم، ملك بيني الوادم الله سوى الخادم، يا حلاتي اسمك يرتل لساني،
وادري ما اسوى بدونك اني شلون شلون احبك غير. إن شاء الله حيكون أحد الحيوانات اللي تعيش بالأماكن الباردة والقطبية وهو البطريق. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش بالعمل. في البداية راح أخذ هذا اللون حرسم جسم البطريق الأول. أنا رسمت شوفوا هنا دائرة كبيرة ودائرة ثانية صغيرة، أخذتها طبعتها يعني على مود تكون شكلها عدل. فهسا راح أبلش أقص هذه الدائرة. الدائرة الكبيرة هي راح تكون الجسم، والدائرة الصغيرة حتكون هو الرأس. هنا هذا هو جسم البطريق على شكل دائرة. هسه راح أقص الرأس اللي هو الدائرة الأصغر، هذا هذا الشكل. ها
هذا هسه هو الراس وهذا راح يكون الجسم. راح اخذ هسه اللون الابيض وراح ارسم جسم داخله. دائما البطريق يا اصدقائي يكون من برا لونه اسود والداخل اكو بي لون ابيض، فهنا راح ارسم شكل البطريق من جوا اللي هو بي لون ابيض يكون هذا. هذا الشكل. فهسه راح اقصه هذا الشكل. هسه راح اقص هذا الشكل الداخلي لجسم البطريق. هذا الشكل. هسه راح اشوف ابلش عندي شويه جسم راح صار كبير فشويه راح اصغره. منه راح اصغره شوي من جوا. هذا الشكل. هسه يا اصدقائي راح اجي اركبهم بس اللي اشوف هيجي راح يكون الشكل مالتهم. قبل لا اركبهم راح اقص الايدين للبطريق من نفس هذا اللون. هذا الشكل. هذا المقص سرح أقص إيدينا هذا الشكل لأن إيديناته راح يكونن منه. فهسه راح أجي ألصق كل شيء مع بعضه. البداية ألصق الجسم طبعا. هنا راح ألصق فوق الرأس. إذن إيدينا راح ألصقهم هم.
بهذا الشكل. هسه رح ألصق هذا الجزء الأبيض. نثبته زين. هذا الشكل. هسه يا أصدقائي راح أرسم التفاصيل الثانية. عندي هنا اللون البرتقالي، راح أرسم قبعة للبطريق. باعتبار الأجواء باردة فهذه هي القبعة رسمتها، وراح أرسم أيضا مشمر أو غطاء على الرقبة. هذا الشكل. هسه راح أقصهم. هذه هي القبعة. هذا الشكل يا أصدقائي. هسه راح اقص المشمر. هذا يا أصدقائي هسه قصيت المشمر اللي راح يكون هنا بهذا الشكل. هسه راح أصمخهم بهذا الشكل. هذا أيضا هنا راح أصمغه. هذه هي القبعة وهذا هو المشمر. آخر شيء حرسم رجليناته والمنقار ماله. هنا حرسم الرجلين. هقصهم هون. هنا راح يكون رجلينات البطريق، هذه الرجل الأولى وهذه هي الرجل الثانية. وآخر شيء راح أقص المنقار ويكون البطريق خلص. هذا آخر شيء هو يا أصدقائي. شوفوا تمام. هذه هي، بس خلي أصغرها صار كبير. هذا الشكل.
هذا هو المنقار، وأكيد ناقصة بعد العيون، فراح أرسمهم بالقلم الأسود. هسه عيون هذا البطريق، هذا يا أصدقائي هو اللون الأسود، راح أرسم هنا أنا عيونه. بعد عندي بس هنا هذا الشكل، هذا هو يا أصدقائي مثل ما تشوفون بطريقنا خلص لليوم. أتمنى يكون عجبكم وتكون طريقته سهلة عليكم. نعم شكرا شكرا، عمل جميل. شكرا لك يا سرحان. صحيح شكرا شكرا جزيلا. يلا يا سرحان سوي القرعة. نجي قرعة؟ يلا سوي. نشوف مين راح يفوز. حنشوف مين راح يفوز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، نفر الدورق عدل ونشوف مين راح يفوز لهذا اليوم ويانا. يا الله نسحب اسم ان شاء الله. نعم، وصفا بشار من الديوانية، مبارك إن شاء الله. مبارك صديقتنا صفا. والاستلام جائزتك عليك التوجه إلى محافظة كربلاء المقدسة إلى مدينة نوارة الأملاك السياحية كالعادة، تستلم جائزتك إن شاء الله، تتونس بالألعاب الجميلة والرائعة دوما. مبارك وأبداً. مبارك إليك صديقتنا نعم صفا. نعم شكرا شكرا, شكرا نعم. لكم جميعا. شكرا لك يا سرحان. نعم. وشكرا لكل أصدقائنا اللي اتصلوا بنا واللي حاولوا يتصلون بنا ما حصلونا، نقول لهم إن شاء الله غدا احنا وياكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. نعم. نعم شكرا لك يا سرحان، شكرا معصومة، شكرا لجميع الكادر، شكرا نعم جزيلا. احسنتم اصدقائنا الاطفال لهنا تحققتني هذا اليوم. انا من اللقاء بكم مع حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه.